نظام جديد كان محور الفتنة الكبرى بين المسلمين، بين مؤيدين اعتبروه ضرورة ومعارضين تعاملوا مع ذلك النظام على أنه الأزمة الأكبر في التاريخ الإسلامي، فقد استحدثه معاوية ابن أبي سفيان وأيده المقربون منه. فهل يتحمل معاوية مسؤولية التداعيات الناتجة عن قراره؟ لم يشهد التاريخ الإسلامي قضية أشد حساسية بين المسلمين من تلك القضية، وهي أزمة نظام ولاية العهد التي ظهر المسلمون بعدها فريقين، فريق منهم مع معاوية ونظامه الجديد، وفريق مع المبدأ الأول للحكم في الإسلام، وهو اختيار الخليفة بالمشورة والرأي. فما هي قوانين ولاية العهد التي بدأها معاوية؟ قبل طرح الأزمة الأكثر إثارة للجدل في تاريخ الدولة الأموية، لنا أن نعلم مكانة معاوية لدى مؤيديه، فالرجل هو من كتاب الوحي وسادس الخلفاء، وكان النبي محمد يستكتبه، ولقد دخل معاوية على النبي يوماً حاملاً قلمه وقال عن القلم: هذا قلم أعددته لله ورسوله. وهنا دعا له النبي دعوة سطرها المؤرخون بأحرف من نور، حيث قال له: جزاك الله عن نبيك خيراً، والله ما استكتبتك إلا بوحي. إذن تلك هي مكانة معاوية ابن أبي سفيان في التاريخ الإسلامي المنصوص عليها في كتب التاريخ والسيرة، ولكن ما لم يكن منصوص عليه هو طريقة اختياره الحاكم، وسارت طريقة الاجتهادات في ذلك إلى ترجيح مبدأ الشورى في اختيار الخليفة المسؤول عن جميع شؤون المسلمين وحماية أراضي الإسلام. إلى هنا لم تكن هناك أي أزمات بشأن طريقة اختيار الحاكم، لكن معاوية أحدث أمراً جديداً. فما هو؟ اجتهد معاوية في فترة كانت حساسة في التاريخ الإسلامي، وقرر وضع نظام جديد للحكم، وهو نظام ولاية العهد لولده من بعده. كان هدف معاوية أن يضمن أن يتولى المسؤولية ولده من بعده، وبالفعل دعا معاوية الناس إلى البيعة ليزيد ولده أن يكون ولي عهده من بعده، وبدأ يرسل الخطابات إلى رجال الدولة. كانت مسألة إعطاء البيعة ليزيد بن معاوية في حياة أبيه سبباً لتحفظ كثيرين من أهل الحكمة والرأي. هم يرون أن معاوية أحدث ذلك للمرة الأولى في الإسلام، واختار الحاكم بنفسه على الرغم من وجود عدد ليس بالقليل ممن هم أكثر كفاءة من يزيد. عدم تأييد معاوية في قراره بشأن حصول ابنه يزيد على البيعة لم يلقى قبولاً لدى كثير من أهل الرأي والمشورة، ورفض الحسين ابن علي ابن أبي طالب وعبد الله بن الزبير مبدأ ولاية العهد، لأنهما أرادا استمرار مبدأ الشورى في اختيار الحاكم، وثار الجدل بين كثير من المسلمين. فريق من العلماء وأهل الحكمة فضل أن يكون بعيداً عن ذلك الخلاف، فلا هم أيدوا يزيد ابن معاوية ولا رفضوه في محاولة منهم للابتعاد عن الفتنة. سواء اختلف الناس أو اتفقوا بشأن معاوية، هو على أي حال من كتاب الوحي الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم. برأيك هل تؤيد موقف معاوية أم الحسين حول نظام ولاية العهد؟